في الشركة قمنا يعني عندنا إمكانيات عالية في مجال التصميم والتطوير والإنتاج والدعم الفني والصيانة لمجموعة من الحلول والأنظمة. عارضين هنا عندنا نظام حماية للمنشآت، حماية المنشآت باستخدام الذكاء الاصطناعي والدرونز، وعندنا برضو إمكانيات عالية في مجال الطيران. عندنا عارضين عملية، يمكن تشوفوا هناك عملية تصنيع لأجزاء من طائرة F-15 SA. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم فخامة الرئيس في جناح القوات الجوية لدولة قطر، وسعيدين جدا بالمشاركة ونشكركم على الاستضافة. طبعا مثل ما انت شايف فخامتك، احنا مشاركين بعدد من المنظومات والطائرات، وسعيدين جدا بالتعاون المشترك بين البلدين في مختلف التمارين والرحلات التدريبية، وبإذن الله يكون لنا إن شاء الله مشاركة ومساهمة أكبر في جميع المجالات. نشكركم على زيارتكم يا سيدي. السلام عليكم سيد الرئيس، يشرفنا أن تزور سيادتك شركة كاتيك، وأنا رئيس شركة سيد جيانغ جيان. أولا أريد أن أشكر دفاع وزارة الدفاع المصري والقوات الجوية المصرية لتنظيم هذا المعرض المحترف المؤثر، مما يقدم لنا فرصة جيدة لعرض وتقديم منظوماتنا ومنتجاتنا. نحن نهتم بهذا المعرض، وأيضا القوات الجوية الصينية أرسلت الطائرة النقل Y-20 وأيضا أسطورة طيران الجوي J-10C لقيام الطيران الجوي في هذا المعرض. وأيضا هناك طائرة التدريب K-8 وهي تحت الإنتاج المشترك بين الصين ومصر، وله أكثر من 120 طائرة، وهي يعتبر من أكبر فريق من هذا الطراز من طائرة تدريب في خارج الصين. وأيضا أهم شيء هو المقاتلة المتقدمة تحت اهتمام سيادتك الشخصي، فلقد تم توقيع اتفاقية بين جيشين دولتين في يوم 19 من أغسطس، فسوف ندفع هذا المشروع مضي قدما بقصار جهدنا. إذا كان يمكن، هل ممكن سيادتك بتوقيع اسمك على الكتاب الصغير؟ زيك أدريتك
welcome to your home. Egypt is entering in a new page of the history with this air show. We are very proud to be part of this new air show and this organization. You know that we are very proud to collaborate with Egypt, with Rafale Aircraft. We thank you for our partnership, and we are very proud to be here. You know that our partnership has been strong with the collaboration with the Rafale, but you know that our collaboration started 15 years ago, and we have as well a collaboration with AOI for an industrial cooperation. Thank you for all of that. ونشيد بهذا التعاون الذي يحدث بيننا وبين مصر من خلال الرفال. نشكر سيادتكم على هذه الشراكة البناءة، ونحن نعتز بها وفخورون بها. وهذه الشراكة القوية التي استمرت على مدى 15 سنة كذلك مع الهيئة العربية للتصنيع أيضا هي شراكة قوية جعلت من هذا تاريخ طويل للتعاون فيما بيننا. No, we thank you for the professionalism of all your team, for all this organization. We can see that it's already a big success. You have a solo, you have a static with a lot of aircraft. You have a lot of demonstration, and really, we thank you. It will be a very big success for Egypt, for the Egyptian Air Force, and for yourself. Thank you very much. أرجو كل التحية لدولة فرنسا وشركة داسو على تعاونها معانا في الجهد المشترك اللي بتعمل في بناء يعني قدراتنا في مجال القوات الجوية. And I'd like to seize this opportunity to present my greetings and salute to the great country of France and to the company of Dassault for the constructive cooperation that has been taking place and a joint effort in the capacity building of the Egyptian Air Force. طبعا سعداء قوي ان السور رافال بقى يعتبر يمكن هيبقى ثاني اقوى حجم للطيران في مصر. اشكركم على كده. We are very pleased that the Rafale fleet is now the second in size in the Air Force in Egypt. Thank you. Okay. شكرا. شكرا. وتعقيدنا على 10 طيارات ايرباص 350. وفي طريقنا لاستكمال الخطة إن شاء الله نوصل 125 طيارة بحلول عام 28، وتعقيدنا على 18 طيارة برضو إيجار من شركة بوينغ، وإن شاء الله الخطة زي ما حضرتك زي ما تعرضت لحضرتك وحضرتك صدقت بيها. شاكرين يا فندم لحضرتك. لواء أركان حرب مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهلا بسيادتك في جناح الهيئة. بيضم جناح الهيئة يا فندم مجموعة من المنتجات والأنشطة الخاصة بالصناعات الجوية. مصنع المحركات يا فندم هو المصنع الذي يقوم بعمل عمرة محركات الطائرات لعدد 16 نموذج مختلف من الطائرات. ولتميز هذا المصنع قامت شركة صفران الفرنسية باعتماد هذا المصنع ليكون مركز دولي وحيد على مستوى العالم لعمرة محرك الطائرة الألفاجيت المحرك اللارزاك. وأيضا شركة هانيويل الأمريكية اعتمدت المصنع يا فندم لعمرة محرك الطائرة التدريب اللي هو K8E، واعتمدت المصنع برضو يا فندم ليكون مركز دولي لعمرة المحرك للدبابة M1A1. بالتعاون مع شركة داتسو الفرنسية تم تصنيع أجزاء يا فندم من هياكل الطائرات بالتعاون مع مصنعي المحركات والطائرات. وبكده يا فندم تعتبر الهيئة
أحد سلاسل الإمداد لشركة داسو الفرنسية. المصنع يا فندم لديه مركز تصنيع رقمي حديث يمكنه تصنيع قطع الغيار للصناعات المدنية والعسكرية على حد سواء. بيضم المعرض يا فندم مجموعة من القنابل الجوية الحرة تراس حافظ، بتتميز حافظ 3 بقدرتها على اختراق الخرسانة المسلحة حتى سمك 180 سنتي، وأيضا مجموعة من الصواريخ جو أرض الحرة تعمل مع الطائرات الشرقية والغربية. بيمتلك يا فندم الهيئة مركزين لعمرة الهيلوكوبترات للطائرات الشرقية والغربية، لعمرة الطائرات المي 8 والمي 17 باعتماد الشركة الروسية المصنعة، ولعمرة طائرات الجازل باعتماد شركة إيرباص الفرنسية. مصنع الطائرات يا فندم بيقوم بعمرة طائرة التدريب الـKHE واللي سبق تصنيعها داخل المصنع. سيادتك فندم بالتنسيق مع عناصر البحوث الفنية في القوات المسلحة تم إنتاج بعض أنظمة أنظمة اكتشاف وتتبع ومجبهة الطائرات المسيرة على المستويات المختلفة. في الخلف يا فندم منصة، ده نموذج لمنصة تسليح متعددة المهام جاري التفاوض مع إحدى الشركات العالمية لتصنيعها محليا بإذن الله. سيادتك ده نظام نموذج لنظام محاكيات الملاحة الجوية، بيتكون من برج المراقبة والاقتراب والمنطقة، والنموذج ده يا فندم احنا بنتعاون فيه مع القوات الجوية حاليا لتحقيق المطالب المطلوبة للقوات الجوية. وان شاء الله خدنا معاد في 1/12 نبقى جاهزين، في طاقم من القوات المهندسين القوات الجوية، طاقم من مصنع الإلكترونيات هيخلصوا هذا الأمر قبل 1/12 إن شاء الله. سيادتك فندم في مجال التدريب وبالتعاون مع داسو الفرنسية أنشأنا مدرسة يا فندم للتعليم التكنولوجي في حلوان، والمدرسة دي يا فندم في متخصصة في صناعة الطائرات بهدف تخريج فنيين متميزين، وبيعمل في هذه المدرسة يا فندم مجموعة من المدرسين من فرنسا ومن مصر. وأي أوامر يا فندم؟ طبعا اليوم مشاركتنا جدا مهمة، لأن هذه المشاركة للنسخة الأولى لمعرض مصر للطيران، إن شاء الله تكون مشاركة متميزة، ونتمنى لهذه النسخة النجاح، وأكيد سوف يستمر النجاح تحت إدارة الفريق محمود عبد الجواد، ما قصر معانا وفريق عمله، وأيضا يوجد جناح للقوات الجوية الإماراتية، وهذه أول مشاركة للقوات الجوية الإماراتية، هذا يؤكد اهتمام دولة الإمارات بالشقيقة جمهورية مصر العربية. اليوم تشارك معنا أكثر عن 9 شركات صناعات تحمل علامة صنعة في دولة الإمارات، وأكثر من 50 منتج يحمل علامة صنعة في الإمارات، ومن أهمها عندنا الطائرات المسيرة، طائرة شادو 50 وطائرة المسيرة الهجومية، الطائرة قرموشة، وقرموشة هو اسم أنثى الصقر باللهجة الإماراتية. تشرفنا بزيارة فخامتكم وشكرا، وإحنا فخورين وسعداء بتواجدكم اليوم. إحنا اللي متشكرين ومتشكرين وأهلا وسهلا، وتعرفين إحنا بنحب الإمارات وأهلها وكذا، أهلا وسهلا، شرفين. شكرا شكرا.
أنا العميد ركن طيار ماجد خميس الناخي، قائد قاعدة الظفر الجوي ورئيس وفد دولة الإمارات اللي مشاركين معكم اليوم إن شاء الله. فخامة الرئيس نشكر لكم حسن الاستقبال وحسن التنظيم، ونحن نحس اليوم بين يعني بين إخواننا في القوات الجوية جمهورية مصر العربية. فخامة الرئيس نحن مشاركين بعدد 11 طائرة مختلفة من الـ MRTT والـ F-16 والمقاتلات. إن شاء الله اليوم العرض إن شاء الله بيكون ينال إعجابكم بإذن الله إن شاء الله. معنا الأخوات هني من جميع أفرع القوات الجوية والدفاع الجوي، وإن شاء الله تكون مشاركة طيبة، وهذه أول مشاركة، وإن شاء الله المشاركات القادمة بتكون أفضل بإذن الله إن شاء الله. بارك الله فيكم، الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. وإحنا كمان مقدرين مشاركتكم أهلا وسهلا. بارك الله فيكم، الله يعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله. شكرا لكم.